عقبية التبة الكبرى الذي يسكنها المنطقة كلها من حول الوادي الكبير إلى منطقة حوالي منطقة سيدي معروف ببغداد، كان يسمى فرع دناقة باللغة البربرية ينطق إي بالناقل جمع. ودناقة اليوم ينطقوها الصيفية يقولوا يدنق يشوم يعني. وهذا الفرع فرع إي دناقل هذا أو إي زناقل في بعض الكتب هو الفرع الأم الأكبر الذي كان يسكن هذه المنطقة، والتي تفرعت منه القبائل الموجودة اليوم، والتي هي أربعة التي تنتمي إلى هذا النسل أو هذا الجيل الكبير. القبيلة الثانية وهي القبيلة الكبرى في المنطقة وهي قبيلة ولاد بدور، والتي تنتمي إليها هذه المنطقة ولا العرب. القبيلة الأربع قبائل تنتمي كلها إلى هذه القبيلة، قبيلة الناقل. وسأقصر الحديث على قبيلة ولاد عيدون لأصل إلى ولاد عرب. أما قبيلة ولاد عرب فهو كما هو معروف فرع من قبيلة ولاد عيدون، وهذه ولاد عيدون يعود أصلها إلى جدها العيد المعروف بعيدون، لأن عيدون وفرقان وبالعيد والعشي جد العشاش هم إخوة أربعة من أبناء هذا دناك المسمى والمنسوب إليه قبيلة دناك في القرن الثالث عشر. وقبيلة العربي بدليل ما ذكره الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق، وما ذكره البكري في كتابه المسالك والممالك في جزئه المتعلق بهذه المنطقة، وما ذكره ابن حوقل في كتابه سورة الأرض، يذكر أن هذه المنطقة كانت معمورة بسكانها من فروع إي دناك منذ القرن الحادي عشر، يعني منذ تأسيس الدولة الفاطمية. مثلا يعقوبي في القرن التاسع يتحدث عن هذه المنطقة التي تنطقها العرب هي دناقة، يطلقونها ودنهاجة تحريف النطق. فيقول في كتابه البلدان في الصفحة 62 يقول: ومدينة عظيمة جليلة يقال لها مين، أنه قديما كانت مين هي عاصمة القدرة في القرن التاسع. لها حصن دون حصن وفيها رجل من بني العباس وغير ذلك، حتى يصل يقول: وسواحل البحر تقرب من هذه المدينة، ومرسى يقال له مرسى دنهاجة أو مرسى دناقة، وهذا البلد عامر كثير الأشجار والثمار، وأهله في جبال ووديان وعيون. وسأصل إلى ابن خلدون وكيف وصف المنطقة وذكر سكانها. ابن خلدون كما هو معروف جاء في القرن 14. ابن خلدون يتحدث عن قبيلة الوعيد، ويتحدث أنهم ينطقون نون مكان الله، ويتحدث أنهم ينطقون بلغة بربرية، ويتحدثون أنهم يخرجون الكاف من موقع القاف، القاف من موقع الكاف، لأن القاف تاعنا والكاف ما يشبهوش، ما يقولوش الكهوة، يقولوا كهوة، الكاف تاعنا خاصة يعني بمخرج القاف. إذا المؤرخون الذين ذكروا المجال الذي تنتمي إليه قبيلة ولاد عرب هذا من ترتيب العربي يدلون على أنها كانت معمورة وموجودة من فروع دنهاجة أو دناقة منذ القرن الثامن، نزلنا يعني من خروج الروماني ونحن موجودين في هذا المنطقة. وبالتالي في المحصلة والملخص وسأخبركم بالسبب، الدولة الفاطمية أنشئت في المنطقة يا أخي، قبيلة كتامة هو اللي أسسنا الدولة الفاطمية، واشتركت قبائلنا في تأسيس الدولة الفاطمية كما يذكر القاضي النعمان في كتابه افتتاح الدعوة، يقول: اتبعته القبائل من إيشانا وملوسة التي تسمى اليوم تملوس ودنهاج التي هي جدنا نحن أصلنا القبائلية بربرية، شاركنا هذا أبو عبد الله الداعي الشيعي في تأسيس الدولة الفاطمية، ولكن بعد ما انتقل إلى تونس يعني حدثت مشاحنة بينه وبين قبيلة كتامة فلم نذهب معه إلى مصر، ذهبت إلى مصر، فبقيت ميلا والميلية وجيجا والطاهر وقليل من قسنطينة وشيء من سطيف للقبائل الكتامية بقيت في المنطقة ولم تهاجر. وفي ذلك يقول ابن خلدون: وانتقل معه كتامة على قبائلهم إلى مصر وهلكوا في طرفها وبدخها، وبقي من بقاياهم ببلاد كتامة القديمة بقايا من قبائلهم على أسمائها وألقابها، وآخرون بغير لقبهم ويدعون نسبهم في الشرفاء، قال يدعون في غير نسبهم، وهم رعايا معبدون المغاربة مثل جبال جيجل جبالهم قبائل كتاب جيجل وبني زندوي بن زنداي اليوم موجودة في جبال بابور وقبائل أخرى بجبل دورس. هذه القبائل الكتابية باقيت بالمنطقة لم ترحل منها، يعني حتى يقولون أن كتابة رحلت وجاء الشرفاء